صباح النور حبوباتي، كديري لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا لاباس وبصحة جيدة ان شاء الله. الفلوق ديال اليوم ان شاء الله، يلا نزلت للبيسين، بغيت نشارك معكم الاجواء هنا في اولا وهذا النهار كيفاش غادي ندوز اليوم. صراحة النهار مشام مشو حرارة من الصباح، حنا دابا 11 فطرت في الدار وهبطت ونمشي للبيسين، كله عامر 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 عامر. مي زوينة هاد الريزيدونس عجباتني وانا نوريكم. هما البنات، انا بركت في هاد البيسين هذا اللي تيطلع على البالكوني، دابا غادي نبرك نعوم شويه مع الدراري، نحطهم يتبردوا شويه. هما راه هبطوا البيسين، ما عرفت فين هو انور. ها هو ماشي هو، والله ما عرفت فين هو انور، ما عرفت فين هو. المهم طلعنا ناكلوا الرفيسه، صيبنا الرفيسه، لقيتهم ماشي صيبنا، صيبات لينا ماما رفيسه، صيبنا زعما راه صيبنا جميعا. قطعنا المسمن، اسمي انا ديت برونزا وليا. ها هي الكروازيه، ها الرفيسه ديالنا. ما طلعنا فينا الجوع، ونسينا الربيع ونسينا السمن ونسينا. ايوا المهم قولوا الله ينسي فيها الربيع وناسين فيها السمن، ولكن وقسما بالله حتى جات واع. المهم يلا دوشنا ولبسنا حويجاتنا، غادي نمشيو للصحراء ونشارك معكم الصحراء كيفاش غتكون الاجواء ديالها ديال اليوم. خليكم معايا. يا محمد يا طه
تعود مخاوية صديق الحق ناج كفية وانصريا كفية الإله وانصر دين الحق كفية إياك نعبد إياك نعبد إياك نستعين إياك نعبد إياك نستعين إياك نعبد إياك نستعين شبوا شبوها Please.